عراقيا، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما حكوميا بضم قوات الحشد الشعبي إلى قوات الأمن في البلاد، ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتل الحشد الشعبي على رواتب تساوي ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، كما أيضا سيتم قبول منتسب الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية. يأتي القرار بناء على قانون أقره البرلمان العراقي منذ عامين لدمج قوات الحشد في أجهزة الدولة على أن تكون تحت سلطة رئيس الوزراء بشكل مباشر. إدماج الحشد الشعبي في قوات الأمن العراقية وفقا لمرسوم أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتقنين أوضاع الحشد الشعبي الذي حارب تنظيم داعش إلى جانب القوات العراقية. المرسوم يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل الحشد إلى الجيش، وهو ما يقضي بحصولهم على المخصصات المالية لمنتسبي الجيش كالرواتب. وبموجب المرسوم فإن قوانين الخدمة العسكرية ستطبق على عناصر الحشد الشعبي، كما سيحق لهم التقدم إلى الكليات والمعاهد العسكرية. قرار العبادي الذي يأتي قبل شهرين من إجراء الانتخابات لم يكن مفاجئاً، إذ توقعه كثيرون في ضوء مساعي رئيس الوزراء لإنهاء أزمة الحشد وضمه إلى صفوف قوات الأمن. كان البرلمان العراقي قد أقر قانون هيئة الحشد الشعبي عام 2016 الذي يدعو لإدماج عناصر الحشد الشعبي في أجهزة الدولة. لازم نطرد داعش ونطلعهم من أرضنا. وتشكل الحشد الشعبي في أعقاب سيطرة داعش على الموصل عام 2014، وشاركت عناصره في المعارك ضد داعش، بيد أن منظمات حقوقية عراقية ودولية قالت إن عناصر الحشد ارتكبت انتهاكات بحق الأقليات خاصة السنة، وذلك في المدن والبلدات التي سيطروا عليها بعد طرد داعش منها.